زي ما كل المنتخبات في كاس العالم بتتنافس انها تبقى بتأدي باحسن شكل ليها، بتكسب البطوله، بتكسب فلوس كتير، الشركات والسبونسرز والبراندز بيبقى عندهم مونديال تاني بره الملعب احنا بنسميه مونديال البيزنس. اهلا بيكم في اول حلقه من برنامجنا مونديال البيزنس اللي هنتكلم فيه عن كل حاجه ليها دعوه بالمونديال بس من وجهه نظر البيزنس. لما تقول لحد على كاس العالم اول حاجه هتيجي في دماغه هو شكل كاس العالم نفسه، مش شرط تبقى بلد المستضيف او مين خد كاس العالم اللي فات او مين هياخد اللي جاي، الناس كلها بتفتكر الشكل المميز جدا لكاس العالم. ناس كتير ما تعرفش ان كاس العالم من 1930 ل 1970 كان شكله مختلف تماما، وهو ده كان الحلم بتاع جول ريمي او جول رايمت اللي هو كان رئيس الفيفا في الوقت ده، اللي كان عنده حلم ان هو يجمع العالم كله تحت بطولة واحدة. ساعتها كان اسمها جول ريمي تروفي. التروفي دي كان وزنها حوالي 4 كيلو، كان ارتفاعها 35 سنتي، وتمنها كان حوالي 5000 دولار. المنتخبات فضلت بتتبادل التروفي من سنة 1930 ل 1970، اتسرقت في انجلترا سنة 1966 ولقاها كلب بالصدفة، وبعد كده اتحطت في المتحف بتاع الاتحاد البرازيلي، واتسرقت سنة 1983 ولغاية النهاردة محدش لقاها. سنة 1974 سيلفيو جازانيجا الإيطالي عمل الشكل الجديد من كاس العالم، لان كاس العالم كانت البرازيل خدته واحتفظت بيه سنه 1970 عشان كسبته 3 مرات. سيلفيو عمل الشكل الجديد لكاس العالم. التروفي الجديد بتاع كاس العالم وزنه 6 كيلو، ارتفاعه 36 سنتي، وهو معمول ميكس بين الذهب والفضه، مش زي كاس العالم القديم بتاع جول ريمي اللي كان فضه مطلي بالذهب. كاس العالم ده ثمنه سنه 1974 كان 12000 دولار، دلوقتي ثمنه حوالي 250000 دولار للذهب اللي جواه، بس القيمه بتاعته تعدي ال 75 مليون دولار، وطبعا التروفي نفسه ممكن تلاقي القيمه بتاعته اكتر بكتير قوي من 75 مليون دولار. كاس العالم بشكله الحالي يكفي ان احنا نكتب اسم 17 فايز عليه من اول سنه 1974، هيقعد معانا لغايه 2038. تفتكروا هل في 2042 هيبقى في شكل جديد لكاس العالم اللي الناس متعوده عليه، ولا هيعملوا ريبليكا ثانيه او هيعملوا نسخه ثانيه من كاس العالم بنفس شكله اللي هو اوريدي دلوقتي اصبح علامه تجاريه؟ كاس العالم بشكله الحالي من 1974 لغاية 2018 في 12 فايز من 6 بلاد فقط. اكتبوا لنا في التعليقات مين الست بلاد دول، وخليكم معنا في الجزء الثاني من الحلقة، معنا نجم جامد قوي. ميدو، اخبارك ايه؟ عبدون، ازيك؟ عامل ايه؟ شقلبنا الكراسي المرة دي. لا عادي، انا دايما بشوف ان البرامج الرياضية سواء كانت تلفزيون او ديجيتال It's a discussion, football discussion أو sports discussion. Doesn't matter أو مش مهم مين اللي بيقدم. أحلى حاجة في أي football discussion إن أنت ما تعرفش مين المقدم. إن هي تبقى ماشية يعني تقعد 3-4 دقايق كده ما تعرفش. ودي حاجة الصراحة أنت عاملها في البرنامج، يعني حتى بتساعد حتى كل الجاست. لا يعني الفلو بالنسبة للأودينس ما يبقاش معروف مين، يعني تبقى discussion. هنسألك النهارده شويه اسئله خفيفه، هنروح حته لكاس العالم. هسألك اول بطوله كاس عالم اتفرجت عليها كانت انهي واحده؟ اول بطوله كاس عالم طبعا فاكرها كويس 90 في ايطاليا ومصر وهولندا ومصر وانجلترا ومصر وايرلندا، والبطوله كلها دخلت 90 كان عندي 7 سنين يعني. دي اول بطوله فاكرها كويس جدا، وفاكرها بالديتيلز، وفاكرها بالاغنيه بتاعتها واللوجو اللي هو كان كله الوان بتاع ايطاليا اللي هو الرجليه. كانت بطوله حلوه، كانت بطوله حلوه جدا. مارادونا وايطاليا، سكلاتشي وروبرتو باجيو، والمانيا طبعا لوفر ماتيس وبيكن باور المدرب وبوبي روبسون مدرب انجلترا، غاسكوين وجاري لينكر، يعني الجيل بتاع التسعينات العظيم بتاع انجلترا. كل البطوله كلها فاكرها كويس جدا. مشجع مين؟ مشجع مصر. لا مشجع مين ياخد؟ ما كانش لا كنت يعني مشجع مصر بس. كنت صغير جدا ان انا ابقى مرتبط باي منتخب يعني. بس كنت بحب مارادونا طبعا، يعني لو فرقه كان نفسي تكسبها اكيد الارجنتين. مارادونا عمل بطوله عظيمه، مشكلته ان هو دخل البوليتكس في السيمي فاينل قدام ايطاليا في ملعب نابولي، ودخل البوليتكس وطلب من نابوليتانو ان هم يجوا يشجعوا الارجنتين، دخل نفسه في مشاكل كتيره. وانا بشوف ان كاس العالم بتاع 90 تيرنينج بوينت في حياه مارادونا.
لانه بعد كده قعد غصب عنه في نابولي ودخل في مشاكل رصيده ثانيه وحتى في 94 وابتدوا يطلعوا بقى القواضي بتاعه التاكسز وبتاعه وبتاعه الضرايب وابتدت مره واحده تطلع القضيه بتاعه الولد اللي هو خلفه ومش معترف بيه ويعني دخل في قصص كتيره جدا. لكن برغم كده على فكره بعد كده يعني اشتغل لا قصدي بعد كده مع نابولي لعب كويس جدا كويس بس 94 طبعا 94 المشكله بتاعه الدراجز طبعا هو اتخان يعني قصة 94 اللي لازم الناس تعرفها ودي قصة معروفة يعني امريكا لما جت تعمل كاس عالم 94 كانوا محتاجين لاسم كبير ميجا ستار ان هو يأتراكت الناس في امريكا على البطولة لان يعني انت عارف ان الكرة في امريكا يعني اهتمامات الناس بالكرة بالذات باك ذن كانت قليلة جدا هما كانوا خايفين جدا في امريكا ان بطوله 94 لما تتلعب بال الجماهير ما بقاش عالي عليها كانوا محتاجين نجم كبير فمارادونا راحوا للدكتور بتاع منتخب الارجنتين قال لهم ده اونلي واي ان انا اقدر او الطريقه الوحيده ان انا اقدر اجهزه ان هو يلعب مارادونا كان مثلا 12 13 كيلوز اوفر ويت كان وزنه زايد وما كانش فت قال لهم الطريقه الوحيده اللي انا اقدر اخليه فت يلعب ان انا لازم هديله رجز معينه يعني ادويه فيها حاجات محظوره فيها مواد محظوره عشان اقدر ان انا اخسسه واقدر ان انا ابني له عضل ان هو يبقى انتوا مش عايزينه هناك ان هو يبقى شكله وحش عايزينه شكله كويس وكان في وعد من الفيفا للاتحاد الارجنتيني ان مارادونا مش هيخش في الدوبينج ابدا دخل في الدوبينج وراحوا مدخلينه في الـ هل شايف ان كان في تدخل برازيلي في الموضوع زي برضو التالي البرازيل كان ليها دور كبير وطبعا من احلى حتى البطولات اللي لعبتها كان جيل جامد دونجا وروماري وبيبيتو طبعا كانت مؤامره كبيره جدا على مارادونا وهو على فكره هو اول لما البنت الدكتوره راحت له في الملعب اول كلمه هيقولها في البريس كونفرنس في بعديها اول ما يطلع هيقول ان انا اي جاد بتريد انا خانوني هو قال كده في الفيديو فيديو مشهور يعني ايده خليني اسالك نسخه كاس العالم المفضله ليك اني واحده بالنسبه لي بعد ما كبرت ورجعت كل النسخ يعني بالنسبه لي نسخه 86 مكسيك مارادونا برضه تاني وهاند اوف جاد والمنتخب انجلترا وايطاليا والضرب في مارادونا الضرب المبرح في مارادونا في ماتش ايطاليا وانا بتهيالي اعظم بطوله كاس عالم جت هي بطوله 86 طب لو انت كنت بكام مارادونا كنت هتحطها بايدك طبعا خلي بالك على فكره هو الرياكشن بتاعه هو حتى قال لي ما كانتش ايديا دي كانت ايد ربنا هو قال كده انا لان ال 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 وبمعنى كلمه ايد ربنا هو لازم الناس تفهم يعني ايه هاند اوف جاد قبل الماتش ده كان في حرب كبيره ما بين الارجنتين وانجلترا على بعض الجزر في المحيط الاطلنطي وانجلترا كانت بتضرب في الارجنتين جامد يعني وجيل كاس العالم 86 فهو قال دي ايد ربنا يعني ايه هو بيتكلم جابت لنا حقنا لا جابت لنا حقنا هو ده بالظبط خلي بالك ان الرياكشن بتاع اي لعيب هيحاول ان هو يخبطها بايده طب هسالك بقى لو انت كنت مكان زيدان 2006 وماتيرازي عمل اللي عمله معاك كنت هتاخد نفس الرياكشن ولا كنت عمرك كنت بص اسهل حاجه في الدنيا ان انت تحكم على الناس وانت قاعد بتتفرج على ماتش في التكييف بس انت اتحطيت في موقف شبه دي وحطيت في ضغوط معينه بس انت لو كنت مكان زيدان بتاع فاينل كاس عالم وماتيرازي عمل اللي هو عمله مهما كان ذكائك مهما كانت عقليتك لان زيدان عقليه كويسه وده واضح بعد وبارد وبارد جدا الانجليزي يعني بيقول لك ايه هي لوست هيز هيد خلاص يعني ايه هي لوست هيز هيد خلاص المخ ده اتلغى اي بني ادم في الدنيا لو شلت مخه منه هو ماتيرازي نجح ان هو يستفزه زيدان راجل عربي راجل شرقي جاب سير اخته وسير امه وسير بالنسبه له هو جوه مخه العرق المارسيي الجزائري طلع بس انت لعبت في ايطاليا ولعبت في روما ولعبت مع طلائعنا كتير فعارف الاستفزاز بتاعهم فهل انت لو كنت مكان زيدان كنت هتاخد نفس الموقف ولا هتستنى برضه؟ ما كانش سهل ان انت تستفزني بالشتيمه وكده يعني مش فانت عادي كانت هتعدي معاك لا كانت هتعدي يعني انا خلي بالك ان انا كانت اسلوبي يعني طبعا لما كان ماتش ينام مني كده وحاسس ان انا ابتديت اخرج بره تركيز الماتش اول حاجه اعملها لازم اشتم السنتر باك اشتمه لازم اشتمه جامد عشان يضربني هبتدي اخش في الجيم هبتدي ان انا خلاص في وقت في تكتيك غريبه جدا لا ده على فكره في لعيبه كتير كده لا بتستفز نفسك من الاخر بتستفز نفسك في ساعات كده ماتشات كده تحس ان الماتش بيهرب منك انا من طبعي كنت ان انا لا مش معقوله ان الماتش 90 دقيقه يعدوا ما جبتش جون ولا عملت جون ولا عملت حتى لو اتغلبنا بس لازم اعمل حاجه يعني ابتدي استفز نفسي استفز نفسي ازاي ابتدي من ده السنتر باك اللي جنبي ده اقول له ممكن اي حاجه
اي حاجه تتخيلها في حياتك، بس انا عارف ان هو هيستفز فروح ضربني في الكره اللي بعدها. تكتك مختلف وظريف، بس كتير بتعمل كده يعني، بس ده اسلوب يعني. باجيو 94 طلع كره بره لوس انجلوس، لو انت كنت مكانه كنت الرياكشن بتاعك كان عامل ازاي؟ كان عنده كان هتعتزل دوليا، كنت هتحبط من ان انت ضيعت كاس عالم على بلدك، وكاس عالم كان قريب جدا من ايطاليا في الوقت ده. كان عنده مشاكل كبيره جدا، وده اتقال قبل كده، روبرتو باجيو قاله بعد كده. كان عنده مشاكل كبيره جدا مع المدرب، المدرب كان حاطط ضغوط كبيره جدا عليه. اريجو ساكي كان مدرب فيري تاف، وكان مناسب جدا فعلا. وكان حاطط ضغوط كبيره جدا عليه، وما عرفش يستغل باجيو افضل استغلال. افضل كاس عالم لباجيو 90 طبعا. انا حاسس هو لعب كاس عالم كويس 90 و94 برده كان اداؤه، كان تحت ضغوط كبيره جدا، كان بيستفزه في الميتنجز بتاعت مع الفرقه قدام اللعيبه كلها. وانا شفت فيديوز اللي ما اعرفش شفتها ولا لا. شفت فيديوز اتفرج جه حاولت كده استفزاز ساكي لباجيو قدام اللعيبه، كان بيستفزه، كان بيقعد يقول له انت الكره اللي انت بتلعبها مش عارف ايه، وكان بيحاول يستفزه. انت مكانه كنت هتاخد بقى هو كان زلان، ولا كنت معاك انت كان الموقف هيعدي عادي وهتكمل يعني؟ انا لا مش هعتزل دوليا ولا حاجه، بس باجيو شخصيه فريده، وده واضح من بعد ما اعتزل ما اشتغلش في الكوره. راجل عايز قاعد في الريف في الاستاد دماغه. هل شايف ان الكوره اللي ضيعها دي وضاعت على بلده كاس عالم وهو كان معروف ان هو وطني جدا، هل دي كان ليها سبب ان هو فعلا ينعزل في الانعزال ده على الميديا؟ الضغوط اللي مورست عليه خليته ان هو محتاج ان هو البقيه من عمره ان هو يعيش في هدوء. اوكي. وهو عايش في هدوء، ما بيظهرش كتير، بل بالعكس عنده تصريحات يعني انا بشوفها ان هي فيري انترستنج، ان هو بيقولوا له يعني زمايلك بيتكلموا في الاستوديوز وبيحللوا وبتاع، فقال لهم يعني ان كلهم عنده سلام نفسي، قال لهم كلهم بيتكلموا في الكوره لكن هم ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه لان هم بيعرفوا يلعبوا كوره، فاهمني؟ هو برضه اسطوره يعني. ف طب لو انت كنت هتختار جيل معين من كاس العالم من اي منتخب في العالم تلعب معاه يناسب طريقه لعبك وتحب تبقى بتلعب جنبهم غير منتخب مصر، في اي كاس عالم، في اي منتخب تلعب؟ منتخب ارجنتين، برازيل، البرتغال، اكيد منتخب فرنسا 98. منتخب فرنسا 98 انت بتقول تليق عليا، ما كانش عندهم راس حربه يعني، كان سعد جوركايف بيلعب ينزل بيلعب وراس ما كانش عندهم راس حربه زيدان. ما كانش عندهم راس حربه جامد يترجم لعبهم ل تيري هنري كان بيلعب ناحيه الشمال، وما كانش عندهم الراس حربه اللي يقدر ان هو يخلص لهم ماتشات. اكيد فرنسا 98. مين جيل من منتخب مصر كنت تحب تلعب معاه في كاس عالم؟ هل كنت تحب تلعب مع نفس الجيل بتاعك، ولا كنت تحب تلعب مع جيل 90 جنب حسام حسن؟ كنت احب العب جنب جيل 86. 86 طبعا، كابتن ثابت البطل جول الله يرحمه، علي شحاته باك رايت، سنتر باكين محمد عمر واحمد صدقي، ربيع ياسين باك ليفت، نص الملعب اشرف قاسم، مجدي عبد الغني، طاهر ابو زيد، مصطفى عبده، الخطيب، وجمال عبد الحميد. سكواد مرعب. كنت هتلعب مكان مين فيهم؟ مكان الخطيب. هنا مشاكل. لا يعني الا لي ان انا العب مكانه كابتن جمال عبد الحميد يعني طبعا، انما كلهم اساطير كبار وفرقه جامده جدا. سميث وفرقه ممكن يكون ما لعبوش احسن اداء في 86، لكن كفرقه كوره خلي بالك الجيل ده يعني فرقه تقيله قوي. وطاهر ابو زيد كمان تالق في البطوله دي بشكل لا خلي بالك لغايه الماتش بتاع كهربا احنا ما كناش مسيبنا المغرب ولا مره من ساعه الجون بتاع كابتن. بص الجيل ده يعني بالنسبه لي انه ما يلعبش كاس عالم، الجيل بتاع 82 و78 انت بتتكلم فرق منتخب مصر 78 زيزو، لا بتتكلم بقى في عبد العزيز عبد الشافي، بتتكلم في حسن شحاته، بتتكلم بتاع 82 خطيب. بتتكلم في الخطيب وعماد سليمان ومصطفى عبده وطاهر ابو زيد وفرقه يعني مش عارف كابتن طاهر كان معاهم فاروق جعفر وطاهر ابو زيد كان صغير، وبتتكلم بقى في ناس جامده قوي يعني. هو ده جيل اتظلم انا ما لعبش كاس عالم، فرقه جامده قوي يعني الجيل ده بتاع 10 سنين دول فعلا فرقه تقيله جدا واتكفوا فعلا في اخر مشوارهم 86 بقى كان كابتن حسن بطل وكان كابتن فاروق بقى يعني خلاص بطل وكلهم يعني معظمهم، ولكن كان متبقي بقى كابتن الخطيب كان لسه مكمل هو بطل بعديها بسنتين بعديها يعني كان هو الليدر بتاع الفرقه. سؤال، جون مع منتخب يوصلك كاس عالم، ولا جون يكسبك تشامبيونز ليج مع فرقتك في اوروبا؟ لا جون يوصلني كاس عالم طبعا. بالنسبه لك دي اهم طبعًا. كان نفسك تلعب كاس عالم؟ اكيد كان نفسي ان انا واحد من احلام
حياتي ان انا كنت اشارك في كاس العالم وانا بلعب. والجيل بتاعنا بصراحه يعني بالذات الجيل يعني اكتر من جيل يعني انا كان ليا كذا تجربه في التصفيات مع جيل كابتن جوهري الله يرحمه والجيل بتاع كابتن حسن كنا يعني قريبين دايما كنا قريبين. السبب الرئيسي ان احنا ما كناش بنسعى كاس العالم في الاوقات دي هو تدخل السياسه في الرياضه او استغلال كره القدم في السياسه زياده عن اللزوم. ده كان بيحط ضغوط كبيره جدا على المدربين وعلى اللعيبه. وانا في رايي ان الضغوط دي لو كانت اقل كان ممكن ان مصر توصل كاس العالم. انا برضو شايف ان الاجيال دي كانت تستحق انها توصل كاس العالم طبعا. بنالتي بتاعت مصر ماتش كونغو لو انت في الملعب وصلاح وحسام حسن واحمد حسن كنت هتروح تاخد الكره تشوطها؟ طبعا هتروح تاخد الكره تشوطها حتى لو تاخد ريسك انك تضيعها. انا وانا عندي 17 سنه ماتش مصر والجزائر في عنابه 0-0 متعادلين تغلبنا 3-1 الماتش لا تعادلنا 1-1 كان اخر ماتش في التصفيات كنا احنا نكسب والسنغال تكسب 1-0 بس الناحيه الثانيه احنا جالنا بينالتي في الدقيقه 60 في وسط 50,000 في ملعب عنابه وكان عندي 17 سنه كان في الملعب فيه فطاحل يعني وانا بشوط بينالتي ودخلت قلت لهم هاتوا الكوره مع حسام ومع كابتن حسام كل كان في كان في حسن هتخش تشوط ما حدش فيهم يقدر يقرب من بينالتي وانا في الملعب يعني 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 همسك الكوره الوحيد اللي ممكن يتخانق معايا ويعني ياخدها مني حسام حسن طبعا بس حسام حسن في الموقف دي مش هشوط والله مش هشوط هيقول لي اتفضل انت ها حاسب على مشاريعك حاسب على مشاريعك هو ده اللي حصل لي في ماتش الجزائر على فكره كان في بركات وهاني رمزي وناس لعيبه كبار كلها وانا عندي 17 سنه فلما مسكت الكوره فهاني رمزي قال لي متاكد يا ميدو قلت له تشوط قال لا انت بتعرف قلت له ماشي يلا بس انت كنت دايما جريء الصراحه وبالتالي دي كانت جايه عشان انت ابتديت تلعب من بدري وابتديت تلعب من بدري بره كنت لسه بلعب في جنت بس صغير طفل يعني انا كنت اصغر من ابني الكبير يعني كان عندي ثقه في نفسي الموضوع بالنسبه لي معادله بسيطه جدا في الكوره ازلونج ان انت بتعمل احسن حاجه عندك فخلاص هتروح البيت تنام فاهمني لا انا عملت احسن حاجه عندي انا موتت راح ضميرك ما 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 بخلتش على الفرقه ولا على بلدي او النادي بتاعي نقطه عرق او متر جرين زياده عشان كده كفئت يعني وسنتي دخلت ميدو انت بتلعب في ايرلندا وتيريون دي حطها بالشكل الفج ده الواضح جدا ده والحلم بتاع كاس العالم راح ده الحكم مش هيطلع من الملعب طبعا يعني لو في مصر هنا حكم يعني كره فيها كان فيها ظلم كبير جدا يعني كان فيها استفزاز مع الفار انت ولا ضد الفار؟ لا انا مع الفي ار مع الفي ار؟ انا مع الفي ار لكن مع يعني استخدامه بشكل افضل. ما ينفعش نبقى احنا اللعبه الوحيده في العالم اللي رافضه ان هي تستخدم التكنولوجي فور التكنولوجي لتحقيق العداله. انت عندك كل اللعب بس انجلترا كده كان ما كانتش هتاخد كاس عالم وهاند اوف جود ما كانتش هتحصل يعني لا بس في نفس الوقت في 2010 كره لامبرت كانت هتتحسب جون في ماتش المانيا يعني على الاقل تبقى لازم تستخدم التكنولوجي لتحقيق العداله. الكلام ده بيحصل في البيسبول بيحصل في الام اف ال بيحصل في الام بي ال بيحصل في التنس بس هل محقق كده يعني في انجلترا دلوقتي يعني لا لغايه دلوقتي ما حققش يعني لان غريب قرارات برضو بالرغم ان الناس بتتفرج عليها قرارات غريبه برضو. بص الفي ار ده هينجح بشكل كامل لما يبقى فيه شفافيه في الحديث ما بين الناس اللي في الفي ار وبين الحكم الناس تسمع زي الام اف ال الناس بتسمع الحديث ما بين الحكام الراجل بيقول له الكره دي كذا فبيقول له ليه لازم يبقى فيه شفافيه اكتر. تنظيم القطري ايه رايك فيه؟ قطر دربوا نفسهم كويس تم يعني الاعلان عن 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 نجاح قطر في استضافه المونديال 2022 سنه 2010 كان في 12 سنه اشتغلوا كويس جدا على نفسهم دربوا اولادهم جابوا خبرات اجنبيه تعلم اولادهم ازاي ينظموا ايفنتس وازاي ان هم يشتغلوا على التامين وعلى الطوارئ وعلى الامرجنسي وعلى الايفاكويشن وازاي ان انت تخرج ناس من الملعب كله طلعوا كاس عالم من الصيف للشتاء بالظبط كل ده انا شفته بيحصل خلاك انا كنت في لجنه الارث فشفته وشفته بيعملوا ايه فانا اعتقد ان قطر هتنظم مونديال ان شاء الله ممتاز يعني في ماتش معين نفسك تروحه تحضره في كاس العالم اللي جاي يعني القرعه موقعه الارجنتين والبرتغال في الفاينل لو الارجنتين والبرتغال في الفاينل اكيد او الارجنتين والبرازيل هتشجع مين؟ الارجنتين والبرازيل سيمي فاينل سيمي فاينل يعني لو الارجنتين والبرازيل سيمي فاينل ماتش اكيد ابقى انا نفسي اني اروح طب لو فاينل لو الارجنتين كسبت البرازيل متوقع مين الناحيه الثانيه؟ البرتغال هتشجع كريستيانو ولا ميسي؟ لا ميسي هو الحلم بتاع كاس عالم للاثنين ميسي انا بالنسبه لي نفسي ان ميسي ياخد كاس العالم لو ده اخر كاس عالم لميسي هو اخر كاس عالم للاثنين انا نفسي ان ميسي ياخد كاس العالم وهنا بتكلم بالعاطفه اكتر من الكوره
انا ريلي ثينك من الحاجات اللي بتحصل. انا مؤمن ان ميسي is more humble يعني is more genuine ده في رأيي يعني عن كريستيانو. اللي حصل من كريستيانو ده لا لا ومواقف كتيرة ومواقف كتيرة يعني اللي حصل من كريستيانو versus النادي رأيك فيه مع كريستيانو ولا ضد كريستيانو؟ مع كريستيانو. مع كريستيانو. أنا 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 بقول إن مانشستر يونايتد اتعاملوا مع مواقف كريستيانو أو أزمة كريستيانو رونالدو بنرجسية كبيرة جدا، وفي نفس الوقت اتعاملوا مع الموقف بقلة خبرة. ورونالدو لو خدت قرار ان رونالدو هيقعد معاك في الفرقه وهيكمل معاك لازم يكون جزء مهم جدا من المشروع بتاعك، ولازم يكون رونالدو يقعد. ممكن ماتش بتريحه وبتاع، ان ما ينفعش ان انت تقول له انزل اخر خمس دقائق، ده رونالدو هو شايف ان هو بياخد طاره من ريفنج. من ريفنج طبعا بياخد ريفنج، هو عارف ان هو ماشي مانشستر يونايتد is forcing him his way out وبيخرج لكن هو خد قرار ان هو ما يخرجش من الباب الكبير، وهو على فكره ما يهموش هو كل اللي يهمه. ومحدش يقول لي ان رونالدو ضيع الليجاسي بتاعته في مانشستر يونايتد، الليجاسي ما بتضيعش في موقف. فانا فاكر اليكس فيرجسون كان ليه مقوله شهيره ان اي حد يوم ما يحس ان هو اكبر من النادي لازم يمشي، فهل هو رونالدو حاسس ان هو اكبر من النادي فبيتعامل مع الموقف ان هو انا اكبر من النادي في الوقت الحالي واكبر من مانجمنت، وبالذات ان في جماهير كتير ضد البليزرز؟ بص يا عبدون، لما نادي واحد يقول عليه نفس الكلام خمس ست اشخاص جامدين قوي يبقى اكيد هم عندهم حق. بتهيألي اول واحد فرق على الدم ده كان مورينيو، من اول لما مشي وقال ان التوب البرفورمانس وان انا اطلع تاني بالسراوندنجز اللي موجوده بالانفايرمنت الموجوده، بتهيألي كان اول واحد اتكلم على مورينيو اظن. كان مورينيو واتكلم عليها قبل مورينيو، اتكلم عليها فان خال اتكلم على كل المشاكل وازاي ان النادي مش مستعد تو كومبيت ات ذا هايست ليفل. ثم بعد كده مورينيو وابرا قال نفس الكلام، سانشيز قال نفس الكلام، بوجبا قال نفس الكلام، دلوقتي رونالدو بيقول نفس الكلام، فاكيد اكيد عندهم حق يعني. اوكي اخر سؤال، 2030 في كلام كبير ان مصر والسعوديه واليونان هيخشوا في السباق ان احنا مع السعوديه واليونان 2030 ان احنا ننظم كاس عالم، دي هتبقى السنه ال100 كاس عالم او كاس عالم 1930، هبقى بعد 100 سنه اول مره تعمل في ثلاث قارات. فهل شايف ان فرص مصر مع السعوديه واليونان بعد ان شاء الله 8 سنين موجوده وقويه، ولا في الاخر الملف ده مش هيتفتح؟ انا في رايي ان مصر لازم ما تتقدمش للملف ده. ما تقدمش طبعا. أوكي. لان العالم عمره ما هيقبل ان كاس العالم يقام في دولة عربية في 10 سنوات. مرتين 10 سنوات مش هيحصل. انت بتتكلم على يعني محتاج تختار الوقت المناسب اللي تبقى شايف ان الـ ان الـ ان ان الـ الـ السياسة العامة في العالم مستعدة ان كاس العالم يروح الميدل ايست تاني، عشان لما يخش المرة دي ما يبقاش تنجح، ما تبقاش داخل كده بس. لا 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 بالظبط، تنجح شرفتنا ميدو حبيبي عبدون، واتمنى لك التوفيق والبركه في البرنامج ان شاء الله. خليك شكرا.